هذه سائلة تقول بأنها حجت منذ عدة سنوات، وكان عمرها في حدود 15 من العمر. تقول يا شيخ: ولم أطف طواف الوداع لعدم المعرفة بهذه المناسك، ومضى على ذلك سنوات. نعم، باقي عليها فدية، باقي في ذمتها فدية عن طواف الوداع، تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، أو توكل من يذبحها نيابة عنها ويوزعها على الفقراء. نعم.